السلام عليكم. توفي اليوم الثلاثاء شخصين اختناقا بالغازات المنبعثة من محرك سيارة داخل مرآب بحي شودار بالعلمة بولاية سطيف، وحسب ما أفاد به بيان الحماية المدنية التي تدخلت لنقل الضحيتين، فإن الحادث وقع في حدود الساعة 9:10، وأفادت ذات المصادر بالولاية أن المتوفيين يبلغان من العمر 25 و30 سنة. وفي حادثة مماثلة توفي اليوم أيضا شابين داخل مرآب بعين فكرون بولاية أم بواقي حسب ما هو متداول. وحسب ذات المصدر فقد تم العثور على الضحيتين داخل مركبة متوفيين، حيث تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الولاية ومباشرة تحقيقات لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.